يغادر مهند الصباغ لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي المستشفى خلال الساعات القادمة بعد أن أجرى جراحة الرباط الصليبي خلال الساعات الماضية، وخضع اللاعب لفترة ملاحظة عقب إجراء الجراحة في أحد المستشفيات بالقاهرة، وتقرر أن يغادر المستشفى اليوم بعد التأكد من عدم وجود مضاعفات عقب الجراحة. وكان الصباغ قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف خلال مشاركته مع الفريق في مباراة طلائع الجيش ببطولة دوري السوبر للمحترفين. قال ياسر صلاح مدرب فريق اليد سيدات بالأهلي أنه سعيد بالفوز على الجزيرة في دور الثامن بمسابقة كأس مصر. وأضاف ياسر صلاح أن مكاسب الفوز على الجزيرة أمس لا تتمثل فقط في مواصلة الانتصارات، ولكنها تمتد إلى السير خطوة جديدة نحو الأدوار النهائية للبطولة. ونتابع في التقرير التالي أبرز تصريحات الجهاز الفني عقب المباراة. الحمد لله النهارده يعني ماتش برضو هو يعتبر فيه عصبيه شويه، لان احنا جزيره لسه لاعبينها من يومين، والحمد لله كان ماتش سهل قوي، كان يعني احسن من ده. بقى ده فيه عصبيه شويه عشان ماتش كاس. النهارده كان عندنا كمان 3 ماتشات كاس، 2000 بيلعبوا في اسكندريه مع سموحه، والحمد لله كسبنا وطلعنا دور الاربعه. 2004 لسه مخلصين حالا في مدينه نصر، برضه كنا بنلعب الشمس وكسبنا وطلعنا دول الأربعة في الكاس. احنا لعبنا جزيرة من يومين بالظبط، وقبل اليومين لعبناها من أسبوع، تمام. فإنك تلعب فرقة في حوالي 10 أيام 3 مرات ده بيبقى شيء صعب شوية، وثلاث بطولات، كل ماتش كان ليه بطولة. الأولاني كان في منطقة القاهرة، الثاني كان من ضمن الدوري، وده دور الثمانية في كأس مصر. إن شاء الله ربنا يسهل بإذن الله. إحنا عندنا أقرب بطولة اللي هي يوم 2 في الشهر، نركز فيها كأس مصر. إحنا ماشيين خطوة خطوة، بعديها مباشرة الدوري، عندنا بطولتين مجمعتين هيخلصوا برضو في شهر 3. الماتش بتاع النهارده كان ليه حساسيه معينه، لان احنا من كام يوم كنا بنلعب الجزيره هنا برضو، فالملعب يمكن المره اللي فاتت كان الدنيا ساقعه اكتر من النهارده، بس احنا يعني الحمد لله واخدين على الملعب ولسه لاعبين قريب عليه، فبالنسبه لنا الرهبه دي يعني الحمد لله ايه اقل شويه. مسخنين من بدري النهارده، عاملين حسابنا طبعا ماتشات الكاس يعني ما فيهاش هزار. خسرنا اوت، فكان تركيزنا جدا ان احنا يعني نمشي السلم سنه سنه، لان احنا طبعا عندنا هدف كبير اللي هو البطوله الافريقيه، فاحنا كلنا تركيزنا ان احنا حاجه حاجه. الحمد لله على الفوز. طبعا النهارده كان ماتش قوي بالنسبه لنا، احنا بنحاول دايما نحافظ نفسنا على الاصابات لحد ما نوصل لبطوله عربيه ان شاء الله اللي عندنا، بعد كده بطوله افريقيا. عايزين ان بقى اقل خسائر من الاصابات عشان ما حدش فينا يحصل له حاجه. دايما مركزين كل ماتش بماتش، وما عندناش حد بيعدي على ماتش غير الماتش دوت، لا بناخد كل حاجه بهدف. هدفنا دلوقتي الحمد لله احنا صعدنا دور الاربعه في كاس مصر، عندنا ان شاء الله ماتش يوم السبت الجاي في الدوري، فنبدا كده حاجه حاجه لحد ان شاء الله ما نحافظ ناخد الالقاب المحليه زي كل سنه ان شاء الله.